صموئيل الأول 2 فصلت حنة فرح قلبي بالرب اترفع أرضي بالرب وسع بقي على أعدائي لأني زقطت بالإنقاذ بتاعك. مفيش قدوس زي الرب لأنه مفيش غيرك ومفيش صخرة زي إلهنا. ما تكتروش الكلام العالي المستعلي وخلوا الوقاحة تسيب بقكه لأن الرب إله عارف بكل حاجة وبيدي توزن الأعمال. أقواس الجبابرة كسرت والضعف بالقوة تهزمه. الشبعانين أجروا نفسهم بالعيش والجعانين استكفوا لدرجة إن العاقر خلفت سبعة واللي عندها أولاد كتير دبلت. الرب بيموت ويعيش ينزل للهوية ويطلع. الرب بيفقر وبيغني بيحط وبيرفع يقوم المسكين من التراب يرفع الفقير من المزبلة عشان يقعد مع الشرفة ويملكهم كرسي المجد لأن للرب أعمدة الأرض وحط العالم عليها. بيحرس رجلين اللي بيخافوه والأشرار في الضلمة يسكتوا لأنه مش بالقوة بيكسب الإنسان. اللي بيخصم الرب بيكسره من السماء يبعت رعد عليهم. الرب يحاكم أواخر الأرض ويدي عدل للملك بتاعه ويرفع أرض مسيحه. وراح القان للرمى لبيته وكان الصبي بيخدم الرب قدام عالي الكاهن وكان ولاد عالي ولاد بلعال معرفوش الرب ولا حق الكهنة المفروض على الشعب. كل ما يبح راجل ذبيحة يجي صبي الكاهن وقت طبخ اللحمة وفي ايده خطاف بثلاث سنين فيضرب في حوض الاغتسال او في الوعاء اللي بيطبخ فيه او اللي بيتقلي فيه او القدر وكل اللي يطلع بيه الخطاف ياخده الكاهن لنفسه. كده كانوا بيعملوا مع كل اسرائيل اللي جايين لهناك في شيلو. كمان قبل ما يحرقوا الشحم يجي صبي الكاهن ويقول للراجل اللي بيبقى ادي لحمة عشان يشويها الكاهن لانه ما ياخدش منك لحمة مطبوخة لكن نية. فيقول الراجل يحرقوا الاول الشحم بعدين خد اللي تشتهيه نفسك. فيقول له لا تدي دلوقتي وإلا اخد بالغضب. فكانت خطية الصبيان عظيمة جدا قدام الرب لأن الناس استهانوا بتقدمة الرب. وكان صموئيل بيخدم قدام الرب وهو صبي متحزن بلبس الكهنوت وفود من كنتين وعملت لأمه جبة صغيرة وطلعتها له من سنة لسنة لما كانت بتطلع مع جوزها عشان تذبح الذبيحة بتاع كل سنة. وبارك عالي ألقانا ومراته وقال يخلي لك الرب خلفة من الست دي بدل السلفة اللي سلفتها للرب. وراحوا لمكانهم ولما افتكر الرب حنة حبلت وخلفت ثلاث ولاد وبنتين وكبر الصبي صموئيل عند الرب وعجز عالي جدا وسمع بكل اللي عمل ولاده في كل اسرائيل وبانهم كانوا بيناموا مع الستات اللي متجمعين في باب خيمة الاجتماع. فقال لهم ليه بتعملوا حاجات زي دي؟ لاني بسمع بمواضيعكم الشريرة من كل الشعب ده. لا يا ولادي لانه مش كويس الخبر اللي بسمعه عنكم. تخلوا شعب الرب يتعدى. لو غلط إنسان لإنسان فالله يحكم عليه. أما لو غلط إنسان للرب فمين يصلي عشان خطره؟ وما سمعوش لكلام أبوهم لأن الرب حب يموتهم. وأما الصبي صموئيل فزاد في الكبر والصلاح عند الرب والناس كمان. وجيه راجل الله العالي وقال له كده بيقول الرب من ظهرت البيت أبوك وهم في مصر بيت فرعون واخترت من كل عشائر إسرائيل ليا كاهن عشان يطلع المذبح بتاعي ويولع بخور ويلبس لبس كهنوت وفود قدامي وزقت لبيت أبوك كل ولايات ولاد إسرائيل. فليه بتدوسوا على ذبيحتي والتقدمة بتاعتي اللي أمرت بيها في مكان السكن وتكرم ولادك عليا عشان تسمنوا نفسكوا بأوائل كل التقدمات بتاعت شعبي إسرائيل؟ عشان كده بيقول الرب إله إسرائيل أنا قلت إن بيتك وبيت أبوك يمشوا قدامي من غير نهاية. ودلوقتي بيقول الرب بعد الشر لأني بكرم اللي بيكرموني وأما اللي بيحتقروني فيصغروا. هتيجي أيام أقطع فيها دراعك ودراع بيت أبوك لحد ما يبقاش في شيخ في بيتك وتشوف ضيق في مكان السكن في كل اللي يتم الإحسان بيه لإسرائيل وما يبقاش في شيخ في بيتك كل الأيام وما أطعلكش راجل من قدام المسبح بتاعي يبقى لك لمعنيك تكل ونفسك تدوب وكل خلف بيتك يموتوا شباب ودي ليك علامة
تيجي على أولادك حفني وفنحاس في يوم واحد يموت هم الاثنين وأقوم لنفسي كاهن أمين يعمل على حسب اللي في قلبي ونفسي وابنيله بيت أمين فيمشي قدام المسيح بتاعي كل الأيام ويحصل إن كل اللي يفضل في بيتك يجي عشان يركع له لأجل حتة فضة ورغيف عيش ويقول ضمني الوحدة من وظائف كهنوت لأجل ما يكل كثرة عيش.